السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في كل أنحاء العالم، وكل عام وأنتم بخير. معكم محمد هارون إدريس. اليوم عندنا تويوتا، وبالمناسبة إذا أنت بتشتغل في تويوتا ولا لكسس 2007 2008 9 و10، طريقة البرمجة هي نفس الطريقة. فاعتبر أنك أنا شغال في كوريلا، فاعتبر أنك أنت شغال في تويوتا، في كامري، في لكسس، هي نفس الطريقة للبرمجة. إضافة مفتاح، وإضافة المفتاح بتوقف إضافة المفتاح زي ما شايفين السيارة هنا. نريد أن نستخدم هذا الجهاز بسموه الأكس تول، وهذا مصغرينه بس خاص للكسس والتويوتا والسايكون، فبيشتغل في كثير من السيارات، يعني احتمال لحد 2019 2018 إلى أن يأتي النظام الجديد. فخلينا نزيد مفتاح. إضافة مفتاح لازم يكون عندك مفتاح، والمفتاح اللي عندك لازم يكون يعني بيسموه ماستر كي. الماستر كي ليه هو ماستر كي؟ في الشيب، أنا بتكلم في الشيب ما في الميكانيكال. الماستر كي في الشيب أو في الشفرة، أنه هي ما ممكن يعني هي لما تضع المفتاح في 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 الخزنة هنا، اللايت بيطفي معك طوالي، يعني ما بيقعد زيادة. فمثلا دي مفتاح، هنا جينا للخزنة، اتخالق للخزنة اللايت بروح، شايفين؟ ننزل 1 2 3، نزلت المفتاح ما في لايت، شايف؟ طلعت المفتاح نزلته ما في لايت. إذا أنت عندك سليف كي اللي هو بيسموه ماستر الفالي كي، بيسموه الفاليت كي، الفالي كي تدخل المفتاح اللايت بيولي معك 3 ثانية وبيطفي. هذا هو الفالي كي، اللايت بيضيء معك لمدة 3 ثانية ويطفي. ذاك المفتاح لا يمكن إضافة مفتاح من فوق، لازم تمسح الذاكرة وتكتب من جديد. كذلك يوجد بعض الأحيان أنه بتجد الناس بيضعوا ريموت ستارتر من على بعد في السيارة، وبيتطلب من الناس اللي بيعملوا التركيب أنه يقطعوا المفاتيح ويقطعوا الأسلاك ويضعوا إضافات جديدة. هذه الإضافات بتمنع المبرمج من إضافة مفتاح، فيجب عليك أخذ هذا الشيء في الاعتبار، ولاحظ إذا في ريموت ستارتر دائما بتتعرف بوجود أنتينة هنا، مثلا أريال أنتينة وحاجة زي دي. طيب أنا هنا عايزين نضيف هذا الجهاز يا جماعة، بيشتغل بالتلفون بتاعك. لو عندك سيلفون، عندك سيلفون ونزلت الأب بهذا الجهاز، بإمكانك تشغيل يعني أجهزة كثيرة. طيب أنا معايا التلفون هنا، ممكن تنزل في الجالكسي وفي الأندرويد والآيفون بيشتغل معك. فأنا خلينا نرجع شوية لورا ونرجع تاني ونقول immobilization. إذا قدرنا عملنا connect، نفتح الخزنة ولازم تركب المفتاح الجديد، شفت 100% داونلود، وخلاص هنا وجدنا المفتاح. هنا إذا عايز تعمل ريموت، وهنا للمفاتيح الشفرة السمارت البصمة. طيب أنا بيجي بعمل في الإموبلايزر، وفي الإموبلايزر يا جماعة نختار اللي هو ده اللي هو 4D67 أو 68، نقوم نضع أوكي، ونضع نضغط على هذا المكان، وبنقوم باتصال. فبقول لك أنت مثلا لازم يكون عندك ماستر كي، شايفين الخط الأول، one master key is needed to erase or added other keys. طيب كيف تعمل الايدنتيفيكيشن للماستر كي والفالي كي؟ تنزل المفتاح وقال لك if the security does not flash it is a master key, if the flash for 1 second and then turn off it is a valid key. هذا هو الماستر، كيفية معرفة الماستر كي والفالي كي. وكذلك ده في السوفت وير. اما في الميكانيكال، من الناحية الهندسة الميكانيكية، انه يا جماعة الماستر كي بفتح الابواب والترنك بورا، وبفتح كذلك الدرج الموجود في ناحية الراكب. أما الماستر بفتح كل الأبواب، أما الفالي ما بفتح الدرج ولا بفتح الترنك. وده طبعا كان بيستعملوا الناس زمان، الواحد بيجي بالسيارة وعنده الأغراض بتاعه في الترنك أو في الدرج هناك، وما عايزه يلمسه، فبيعطي الفني أو الميكانيكي المفتاح الفالي أو اللي هو الميكانيكال في. هذا كان يعني زمان، أما الآن الحمد لله الناس ما تغيرت شوية. طيب ماذا نفعل الآن؟ هنا بيقول لي نعمل أوكي، عملنا أوكي، بيسألك عايز تضيف مفتاح، هل كل المفاتيح ضاء؟ إذا كل المفاتيح ضاء يا جماعة أنت ما مشكلة، ودي دائما بنستعمله في حالتين، صحيح المفاتيح ضاء والمفتاح اللي عندك مفتاح
انا بعمل ديكلاين هنا. والمفتاح الضائع عندك يا جماعه مفتاح اتصل عليه الاخ حبيب من ليبيا، كل سنه وانت طيب، اتصل عليك بعد شويه الاخ الحبيب، وكل سنه وانت طيب. طيب انا هنا اول كي لوست، معلش اول كي لوست بمعنى انه اما تمسح كل الذاكره، وهذا يتطلب انما يكون ليس لديك اي مفتاح، او المفتاح اللي عندك هو فالي كي. طيب انا دار اضيف مفتاح لانه اللي عندي ماستر كي، فاضغط على الفالي كي هنا وبيقول لك نفس الكلام، تقول له نعم. طيب بيقول لك خط المفتاح في الماستر كي وافتح الاجنيشن. طيب انا ببدا من جديد، فتحنا الاجنيشن وتضغط نعم، سوف تجد انه هذا هنا بيحصل حاجه، خليك معي. بعد ده قال لك دخل المفتاح الثاني. يا جماعه مراعاه هذا الشيء، ادخال المفتاح الجديد، اين هو؟ اين ذهب المفتاح الجديد؟ هذا هو المفتاح الجديد، ادخاله وعدم فتح المفتاح، بس خليها كده واضغط نعم. الان هنا يبدا بالفلاش، شايفين يا جماعه؟ وهنا بيعمل كوميونيكيشن، بيقول لك نجح سكسس، لكن تنتظر الى ان يطفي هذا اللمبه، يعني ياخذ تقريبا دقيقه. بعد دقيقه هذا اللمبه، هذا اللايت او هذا الضوء سوف يقف من الإضاءة، وهذا يدل على أنه البرمجة انتهى، ويجب عليك أن تجري هذه العملية في خلال أقل من كذا ثانية، 20 ثانية 30 ثانية، إخراج المفتاح وإدخاله. ويجب علينا كذلك أن نتذكر أنه لا تفتح الخزنة، بس إدخال المفتاح وتتركه في الأوف، لا في الاكسسوري. الاكسسوري ماذا يعني بالاكسسوري؟ الاكسسوري يعني انت اتخذت المفتاح هنا، الاجنيشن ما في كهرباء للبوبينه للكويل للانجن لستارتر السياره، لكن مشتغل معك الراديو كل الاكسسوارات، يعني بيقول لك الاكسسوارات يعني الويندو، الزجاج يطلع وينزل، البوري يضرب معك، لكن ما في حاجه ثانيه. في الاون هي اذا فتحت في الاون بانه كل السياره جاهزه، وإذا ضغطت على الستارت العربي بيدور معك. كما ترون الآن هنا قال Edit Key Programming Success، يعني خلاص بيقول أنه انتهى. نقول أوكي، خلينا نشوف هل صحيح انتهى. أنا شايف هناك لا زال الإضاءة مستمرة، أنا لا أدري لماذا، خلينا نشوف. هل أنا هنا عملت معنا دقيقة؟ إذا لا نستطيع البرمجة، يدل على أن هناك شيء غير جيد، أو البرمجة غير صحيحة. أنني أعتقد نحن يعني ويظهر على أنه سريع كمان، ربما لم نتابع البرمجة بالطريقة الصحيحة. خلينا نبدأ من جديد. طيب أنا بمشي على، خلينا نطلع تاني من البرمجة، نضع المفتاح الأول، الإجنيشن فاتح معانا، نبدأ نقول آد كي ونقول نعم. شوف هناك بعد ما نمشي طوالي اللمبة بتولع، شاف اللمبة طفى. طيب نطلع المفتاح سريع وننزل ده ونخلي المفتاح فوق، ما نفتح، خليها كده واضرب اوكي. طيب انا هسه عندي 9 و6 ثانية، 10 و6 ثانية، نشوف بيطفي ولا ما بيطفي، خليكم معانا. اذا لم يطفي يوجد مشكلة، اما يكون المفتاح اللي عملناه غلط، او ربما يكون في مشكلة. حتى التايمر هنا شايفين بدت معنا التايمر، زمان ما في تايمر، قبل شوية لما بدينا كان لا يوجد لدينا تايمر، كويس. وأريد كذلك أن أذكر كل الإخوة بأنه يا جماعة أنا عندما أشتغل دائما أشتغل الشغل بكل غلطاته، يعني ما بقطع الفيديو وما بسوي، لأنه احتمال الغلطة اللي أنا عملتها يمر بك وأنت ما ملاحظ، فتابعوا كل الغلطات اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل عندنا، عشان لو حصل عندك تاني ما يكون نفس المشكلة ويتردد معنا للمرة الثانية.
كل الإخوة الموجودين أثناء في أنحاء العالم، أشكركم كل الشكر والتقدير، وأقول لكم شفتوا يا جماعة قالوا سكسس. والآن عندي الدقيقة 10:09 في يعني 10:09 دقائق، وهنا طفت اللمبة، فكانت أن إحنا اتأخرنا بين وضع المفتاح الأول والمفتاح الثاني في السيارة. الشباب الموجودين في كل أنحاء العالم أشكركم كل الشكر والتقدير، والإخوة والأخوان والأولياء الأبناء والأعمام، في ناس أعمارنا سويا وفي ناس أعمارهم أكبر مننا بشوية، نديهم التحية والتقدير والاحترام، وفي بعض أولاد صغار. فأنا كل الأشياء اللي أنا أقول عليكم أنه يا جماعة كل الناس الموجودين الآن معاي وبيشتغلوا في هذه الأنظمة، المرجو أنه نهتم بالدراسة والدراسة والدراسة مهما كلف. العلم من المهد إلى اللهد، والإنسان لازم يخش يدخل معلومات جديدة في كل يوم وفي كل دقيقة. لا تضع ميزان العمر في حياتك أبدا. الله أعطاك العمر، وكل يوم في تقدم وفي تكنولوجيا ماشي في مجالك. إذا أنت طبيب ربنا يديك، إذا أنت دكتور زيد عليه، إذا أنت فني زيد عليه. لا تقف لا تقف لا تقف أبدا. حاول كل يوم صفحة من معلومة، صفحة من أي شيء. والأولاد الشباب اللي شغالين لين الواحد ما تقيف في أنك أنت خلاص بقيت فني سيارات، بتصلح عربية عربيتين، وعندك سكرو درايفر وكمبيوتر، وتقول خلاص أنا جيد. نو no. أبدأ بالتحليل. لو أنت عمرك 20 13 29 سنة خش الجامعة، أقرأ الهندسة الميكانيكية الهندسة الإلكترونية. هذا الشيء اللي أنا بسويه ليس إلا كبس طفل صغير يدوب قام عايز يحبه في العالم. في أشياء جميل، وكرس وأكتب وصور وأعمل كل الأجهزة اللي أنت دارس، ويمكن في أي مجال. ما تقف أبدا، ما دام الروح طالي ونازل وأنت في مجالك، حاول أبحر تبحر. يوجد العلم ما شاء الله اليوم موجود، العلم في جيبك. الناس زمان الواحد يركب شهر شهرين يسافر وعشان ويشحد عشان يتعلم. انت الان تفتح الكمبيوتر تطلع الجهاز، في عندك المعلومة عندك. واهم شيء كل واحد يكون عنده صفحة، المعلومات اللي عندك اكتبه وراجعه وخليه يكون عندك. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير، والى اللقاء في فيديو تاني. سلام.